كل شيء يرتبط بالقرآن يصبح عظيم. جبريل عليه السلام نزل بالقرآن فأصبح سيد الملائكة وسمي بالروح الأمين. محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن فأصبح أفضل الأنبياء والمرسلين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليها القرآن فأصبحت خير الأمم. ليلة القدر نزل فيها القرآن فأصبحت خير الليالي. شهر رمضان نزل فيه القرآن فأصبح سيد الشهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فوالله الذي لا إله غيره أن القرآن إذا نزل في قلب إنسان أصبح خير الناس.